فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا صلى الإنسان في مسجد ثم تبين له بعد أيام أن فيه قبرا، أن فيه قبرا، فهل يعيد صلوات تلك الأيام؟ أن فيه قبرا يعني في المسجد، نعم، داخل المسجد. والله ما أن فيه قبرا في المسجد، إن كانوا داخل المسجد والصلوات قليلة يمكنه يعيدها يعيدها، أما إن كانت كثيرة صعب عليه إعادتها فالحمد لله هو صلى ما درى. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.